الفحيصية عزوتهم بلمتهم أهل المراجل والحامية والفزعة والنشمية. الفحيصية القدعان معروفين بلقب صبيان الحصان. الفحيص مشهورة بنخوتها، هي كلمة صبيان الحصان هي نخوة أهل الفحيص، زي ما نخوة العشائر الأردنية الأخرى. كل عشيرة أو قبيلة تنتخي بوقت الغزوات ووقت الحروب بشيء يعني يعطيها معنوية ودفع للأمام. فصبيان الحصان هذه نخوة أهل الفحيص. من وين إجت التسمية؟ التسمية يقال لها يعني قصتين. القصة الأولى أنه على زمن الرومان الفحيص كانت موجودة، وكانوا وقتها يأخذوا الأطفال وهم عمرهم 6 سنوات ويدربوهم على الخيل ويسموهم صبيان الحصن. والقصة الثانية يقال أنه بالغزوات قبل الدولة الأردنية كان في معارك تصير ومناوشات بين القبائل الأردنية مع بعضها، وقبيلة تغزي قبيلة وإلى آخره. فمن بعض الغزوات أنه الفحيصية كانوا مع العدوان ومع أهل البلقة في معركة بالسرو، ويقال أنه قتلوا فارس مشهور وقتلوا حصانه، ومن هذاك الوقت سموهم صبيان الحصان أو أعادوا تسميتهم صبيان الحصان. أما عن سبب تسميتها بالفحيص؟ الفحيص وماحص قريتين أو مدينتين صغار، هذولا مرتبطات مع بعض جغرافيا وعضويا، يعني كثير قريبين لبعضهم أهل الفحيص وأهل ماحص. الفحيص وماحص أو من محصة وفحصة كانت على زمان الرومان مدينتين بفحصوا فيهن البضائع اللي بتيجي من الشرق وبتروح لفلسطين، وبمحصوها في ماحص. فكانوا يفحصوا البضاعة وسموها من هون الفحيص، أي منطقة الفحص. تمتاز الفحيص بموقعها العسكري اللي توسط 3 ممالك: جلعاد، حشبون، وعامون. هلأ عسكرياً كانت ممالك في مرحلة من المراحل، في مملكة حشبون اللي هي بحشبان، ومملكة عمون اللي هي ربة عمون، وفي مملكة جلعاد اللي هي عجلون والسلطة إلى آخره. الفحيص بين هاي 3 ممالك، لكن الفحيص جغرافيا تتبع لمملكة جلعاد، يعني من ضمن أراضي جلعاد اللي هي مناطق البلقة وعجلون. هذه نبذة صغيرة عن موقعها العسكري والجغرافي. نعم. مشهورة الفحيص بكنائسها وأشجارها وكرومها وغاباتها، أما حاراتها ومبانيها القديمة والحديثة إلها عزها وتاريخها وتفاصيلها الثرية والجمالية. معروفة الفحيص بإرثها، تراثها الثقافي والحضاري، وفيها كمان خربة الدير. وبحسب الروايات إنه أحد الرهبان كان بيعيش داخلها وكان بيدعو الناس للزهد والخير، لهيك سموها خربة الدير. خربة الدير كانت يعني قرية عمونية بنيت على زمان العمونيين تقريباً، واستعملت في مرحلة من المراحل كحصن عسكري على زمن صلاح الدين الأيوبي وعلى زمن المملكة الأيوبية. الفحيصية سكنوا فيها، بعدين كان في أمير إقطاعي غزا خربة الدير أكثر من مرة. أول مرة صدوه الفحيصية، ثاني مرة قدر يسيطر على المنطقة وتشتتوا أهل الفحيص وسكنوا مناطق حوران. وبعدين رجعوا كانوا يتعاملوا مع سكن فيها راهب، سووها كنيسة، البرج الأبيض بسموه، سووها كنيسة وسكن فيها راهب، وكانوا الفحيصية وهم بحوران يتعاملوا مع خربة الدير.